أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم باسم الرب يسوع المسيح له كل المجد من مكان جميل مميز عند بحيرة طبرية، بحيرة الجليل. وهي البحيرة احنا بنسميها بحيرة يسوع. بتشوفوا خلفي معظم الأحداث مثل المجدل اللي جاءت منها مريم المجدلية، جبل أربيل وكفر نحوم ومناطق عديدة. هذه البحيرة المسيح صنع معجزات كثيرة، أشبع الآلاف وهدأ العواصف ومشى على الماء. فحول هذه البحيرة منشوف بصمة الرب يسوع المسيح في كل مكان. واليوم أنا عاوز أقول لكل مشاهد البركة جاي. أنا عم بشعر في هذه الأيام كثير ناس عم بمروا في حالة يائسة، بدون رجاء بدون أمل، بيعانوا من حالة المرض، وعندكم توقع انتظارات كثيرة، وبعد كل هذا الانتظارات عم بتحسوا كأنه الأمل خاب، وكأنه الأمور مش عم بتصير، عم بتصلوا كأنه الله مش عن بيستجيب. احنا هون في الأراضي المقدسة بنعتمد على المطر، والمطر دائما نقول البركة جاي. شو يعني البركة جاي؟ يعني بتمطر. الكتاب المقدس بيتكلم إنه لما الله بيسكر السماء بتكون زي كأنه ضربة على الشعب، لأنه في هذه الأراضي المقدسة إحنا ما عنا نهر النيل، ولا عنا نهر دجلة، ولا عنا نهر الفرات. عنا كل ما هو شوية هالمطر اللي الله بيرسلها. لما بتمطر الدنيا بتحل البركة. وهذه البحيرة، بحيرة طبرية، دايماً بتذكر الناس في البركة، مش بس في المعجزات اللي المسيح عملها، مش بس بالتعاليم اللي الرب يسوع علمها، مش بس بالبركات، سواء بإشباع الآلاف وتكثير الخبز والسمك. فدايماً إيد الرب مفتوحة، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. فالبركة جاي والناس بتنتظر المطر. هاي السنة والسنين اللي فاتت كانت صعبة كتير كتير، فبحيرة طبرية نازلة أكثر من 6 مطور. أنا هاي المناطق أنا كنت بعوم في هذه المناطق، فحاليا منخفضة جدا. لما بتطلع على بحيرة طبرية بتذكر إنه في بركة جاي، لأنه مصدر الحياة هو المي في هذه البلاد. فالبركة طبعا المي بيرمز للبركة، والماء بيرمز للانتعاش، وبيرمز للنهضة، وبيرمز للروح القدس، وبيرمز ليسوع المسيح، وإنه البركات جاي، وإنه الرب وعد بالمطر المبكر. يعني لما بيجي المطر في أيام الزيتون، وإحنا في أيام قطف الزيتون حتى ينضج أكثر، والمطر المتأخر في أيام الحصاد حتى ينضج أو تنضج السنابل. تعبير عن البركة. فالله هو إله التعويض، الله هو إله البركة. وانت يمكن في نهاية هذا العام عملت قرارات، عملت تصميم، وعم تتساءل هل فعلا يعني الله عم بيسمع، هل الله بيهتم فيه، وعم بتحس كأنك انت متروك، عم بتحس كأنك انت مظلوم، عم بتصلي، عم تتوقع، عم تنتظر. البعض أصيب في حالة يأس، عدم الرجاء. البركة جاي، البركة جاي، يعني رح يباركنا ببركة لا توسع. يباركك الرب ويحرسك، وكما صلى يعبيص ليتك تباركني وتوسع تخومي. في نهاية هذا العام أنا بصلي في اسم الرب يسوع المسيح إنه رب يكسر كل روح يائسة، كل روح فقدت الرجاء والأمل. بصلي من أجل كل عائلة فقدت شخص عزيز، بصلي من أجل كل أم تتوقع إنه رب يعطيها النسل الصالح، بصلي من أجل كل عيلة أصيبت بضربة مادية، بصلي من أجل كل بيت ضرب بلعنة أو بمأساة، بصلي من أجل كل عائلة اللي بيصلوا من أجل أولادهم إنه يآمنوا يكونوا تلاميذ للرب يسوع المسيح. الخير جاي والبركة جاي في اسم الرب يسوع المسيح. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. فبصلي في اسم الرب يسوع البركة تحل عليك وتمسك، إنه الرب جاي وبركته جاي معاه.